مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي، ضمن انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ في أمسية هذه الليلة وانطلاقات سن الحولي والزمول في 8 كيلومترات. ننطلق مع هذه الانطلاقات المسائية ومع انطلاقة شوطنا 11 بمجموع الأشواط، تتقدم مع الصدارة مع المقدمة والمركز الأول هملولة على المركز الأول من هجنة رياسة، سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي من يتابعها في عملية التضمير والتدريب في هذه اللحظات، التسلل من الشاهينية ومن هجن العاصفة وغياث الهلالي في المتابعة. وتابع المركز الثاني، المركز الثاني رهف لهجن الشحانية، جابر بن سالم بن جابر بن فاران في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، النقلة إلى المركز الرابع، وتابع الوصول من هملولة على رابع المراكز ومن هجن رياسة سلطان بن محمد بن سالم لوهيبي في المتابعة. والمركز الخامس، المركز الخامس وتابع الشاهينية القادمة على خامس المراكز لهجن زعبيل، راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب. الوصول من الشاهينية على المركز السادس ومن هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي. المركز السابع الشاهينية لهجن رياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثامن الشاهينية ومع هجن رياسة وسعيد بن مظفر بن محمد العامري في عملية التضمير والتدريب. والمركز التاسع وتابع اليافل لاسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان وسعيد بن مبروك لوهيبي في المتابعة. والمركز العاشر افراح لاسمه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبع في عملية التضمير والتدريب. هكذا هي النتيجة، هكذا هي نتيجتنا وندانا الأول مع هذه الأسماء المنطلقة، مع هذه اللحظات التي دائما يتابعها كل المتيمين والمتابعين لهذه الانطلاقات المسائية على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. عودة مع البداية، عودة مع الصدارة، عودة مع التغيير اللي غيرت هذه رهف. رهف على المركز الأول من هجن الشحانية على المركز الأول، الشبل في المتابعة، جابر بن سالم بن جابر بن فاران في عملية التضمير والتدريب. المركز الثاني والثالث مع هجن العاصفة مع الشاهينية والشاهينية بقيادة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع هملولة القادمة من مؤسسة هجن زعبيل، راشد بن محمد بن مروشد من يأتي ويقدم المتألق. انطلاقات هملولة وتحديات هملولة على المركز الرابع، المركز الخامس وتابع هملولة القادمة من مؤسسة هجن الرياسة بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، النقلة إلى المركز السادس. وتابع الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب. بدأ المجازف يدفع بالشاهينية على المركز السابع من هجن رياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، والقادمة كذلك الشاهينية على المركز الثامن من هجن رياسة بقيادة المجازف
محمد بن عتيج بن زيتون المهيلية، وصل الراهية سعيد بن مظفر بن محمد العامري يقدم الشاهينية من هجن الرياسة على المركز التاسع وعاشرا وتابع المركز العاشر. هذه اللي وصلت، هذه اللي تقدمت في هذه اللحظات الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هكذا هي النتيجة، النداء الثاني واحنا نقترب من منتصف الثمانية كيلومترات، قطعنا أربعة كيلومترات وتبقى أربعة كيلومترات. عودة مع البداية، عودة مع الصدارة، مع هجن الشحانية وهجن العاصفة في تنافس في تحدي على المقدمة. هجن العاصفة على المركز الأول بقيادة غياث الهلالية، من يقدم انطلاقتي وتحديات الشاهينية على المركز الأول، ومن قدم شاهين مع رابع أشواط هذه الأمسية غياث الهلالية يطمح بالنقطة الثانية لهجن العاصفة المركز الثاني. المركز الثاني القادم رهف، رهف لهجنة الشحانية والشبل جابر بن سالم بن جابر بن فاران، من ياتي ويقدم انطلاقتي رهف وتحدياتي رهف من هجنة الشحانية، ومن قدم ربدة وكلثم من هجنة الشحانية الذهبية. قادم قادم الشبل يبغي النقطة الثالثة للشعار الأدعم، للشعار العنابي القادم على المركز الثالث. المركز الرابع وتابع هملوله، هملوله هملوله القادم على المركز الرابع في هذه الانطلاقات في هذه التحديات بقيادة العملاق سلطان سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ومن قدم هملوله مع ثالث أشواط هذه الأمسية. قادم العملاق مع كيلو الغابات والثلاثة كيلومترات، وتابع الراهي سعيد بن مظفر بن محمد العامري قادم ويقدم الشاهينية القادمة من مؤسسة هجن الرياسة، كذلك الوصول من هجن العاصفة القادمة الشاهينية بقيادة غياث الهلالي. مع هذه الانطلاقات على المركز على المركز على المركز السادس، سابع المراكز، ثامن المراكز، ياتي المجازف، ياتي بوسعيد، ياتي هنا مع هذه الابداعات المسائية. ومن قدم خمسة اسماء في امسية هذه الليلة مهديا جماهير الرياسة ومحبين الرياسة ناموس هذا الانطلاقات والتحديات، ياتي المجازف يقدم اسمين لامعين في عالم الأصايل، وتابع الأسماء الواصلة والقادمة هملولة هملولة قادمة على المركز التاسع مع المتألق راشد بن محمد بن مروشد القادمة، مع مؤسسة هجن زعبيل القادمة العايدة ملكيتها لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. ها هي هجن زعبيل القادمة مع هذا الانطلاق والضبي والشعار لدعم القادم مع لوحة الثنين، الثنين كيلومتر المتبقية عن خط النهاية بتسع دقائق وتسعة وثلاثين، تبقى اثنين كيلومتر. هنا هجن الشحانية القادمة والمنطلقة مع برنس الشحانية ومع الضبي جار الله بن محمد بن عقيل في عملية التضمير والتدريب، ولكن عود إلى الصدر، عودة مع البداية، عودة مع الصدارة، عودة مع المقدمة، مع
غياث الهلالية، مع الشعار الملكية، مع هجن العاصفة، هجن العاصفة على المركز الأول، هجن الشتاء والصيف. هي هجن العاصفة تهيمن مع هذا الانطلاق. تابع هذا المنظر، تابع هذا الانطلاق من هذه الأسماء ومع مخرج هذا السباق عبد الله وادي. من يتابع كل اللقطات، من يتابع كل التحركات من هذه الأسماء في أمسية هذه الليلة. خلاص وصلنا لوحة الإعلان، الألف والمئتين، ألف ومئتين. يا غياث، يا غياث الهلالية، من يتابع الشاهينية من هجن العاصفة؟ المجازف قادم، المجازف قادم مع الشاهينية والشاهينية الثنتين لهجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. قادمة رهف، رهف الشعار لدعم قادم، الشعار العنابي قادم، جابر بن سالم بن جابر بن فاران. من يقدم رهف وانطلاقة رهف على المركز الرابع، المركز الخامس الشاهينية من هجن العاصفة، والمركز الخامس الوصول للسادس مع هملولة مع مؤسسة هجن زعبيل. ولكن أعود إلى الثلاثية، أمس الثلاثية الرباعية، رباعية العمالقة في معركة، العمالقة في معركة، في معركة مسائية ما بين غياث، ما بين المجاز، ما بين، ما بين الشبل، ما بين هجن الشحانية، هجن الرياسة، هجن العاصفة. روح يا الهلالية، روح يا الهلالية، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة، هجن العاصفة، هجن العاصفة على المركز الأول، على الصدارة، على المقدمة. هجن الشحانية قادمة مع رهف، ولكن هجن العاصفة، هجن العاصفة على المركز الأول. تهانينا والناموس لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس لغياث الهلالية. المركز الثاني وصلت رهف من هجن الشحانية، المركز الثالث والرابع لهجن الرياسة، المركز الخامس الشاهينية لمؤسسة هجن ند الشبه. هكذا هي النتيجة لهذا المسار مع هذا الانطلاق مع هذا التحدي. عودة مع التوقيت، لحظات التوقيت الزمني ولحظات وصول هجن العاصفة. غياث الهلالي يبشر بجماهير العاصفة بالنقطة الثانية في أمسيته هذه الليلة تحمل كل التحدي والإثارة. 12 دقيقة 33 بالوفاء والتمام هو التوقيت. المركز الثاني وتابع المركز الثاني رهف من هجن الشحانية مع جابر بن سالم جابر فهران. 12 دقيقة 33 5 أجزاء من الثانية. المركز الثالث، المركز الثالث نتابع المركز الثالث في هذه اللحظات مع هذه الانطلاقات وصول هجن الرياسة ومع الشاهينية ب 12 دقيقة 34 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، وتهانينا والناموس للجميع.